اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد ولك الشكر، أنت أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى. أنت الأحد لا شريك لك، والواحد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، ونسخت الآجال وكتبت الآثار. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والحلال ما حللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي أرحامنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأرضنا وارض عنا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتوفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك عيشةً رضية، وميتةً سوية، ومردًا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنا نسألك صحةً في إيمان، وإيمانًا في حسن خلق، ونجاحًا يتبعه فلاح، ومغفرةً منك ورضوانا. أسلمنا وجوهنا إليك، توكلنا عليك، نسألك اللهم أن تغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين. ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة وفي هذه المكان المبارك ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّزته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، اللهم يا غفور اغفر لنا، ويا رحيم ارحمنا، ويا لطيف الطف بنا، ويا رزاق ارزقنا، ووفقنا لخيري الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في ديارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، وتقبل صيامنا وقيامنا، واجعل أعمالنا كلها لك خالصة، واجعلها على وفق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم صالحة، واجعلنا ممن كتبت لهم السعادة، وممن ضمنت لهم الحسنى وزيادة. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، ووفق رجال أمننا ورجال صحتنا والمرابطين في حدودنا وثغورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد ما زهرت النجوم، وصل على محمد ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والمقام الأطهر. اللهم صل على نبيك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود اللواء المعقود يا رب العالمين. وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود.